قلناها مرارا وتكرارا عندما كنا نخرج من خلف المحكمة، كنا نقول بكل مرارة أن الشيخ يموت. قال حرفا واحد أو كلمتين في آخر مقابلة لنا يوم الأحد الفائت في قاعة المحكمة، قال أنا بستشهد أنا بموت، لكن ما حدا بيصدق ولا حدا بيصدق إنسان إنه بده يموت لحد ما يموت. الحمد لله رب العالمين رزق الشيخ بالشهادة، ونقول بكل ما أوتينا من قوة لن نقبل من يعزينا بالشيخ.